يعني احمد سعد هو نجم الموسم الرمضاني هاي السنه، رغم انه يعني لا انه ممثل ولا عنده مسلسل، لكنه يعني حاضر بصوته ان كان من خلال تتر او من خلال اكثر من اغنيه داخل احداث عدد ابرز الاعمال الدراميه برمضان 2021. احمد هلا صار معنا عبر التليفون. مساء الخير احمد ورمضان كريم. مساء النور يا صبحي، اهلا وسهلا. مبسوط طبعا ان انا معاك انت وبسن، وبقول لكل الساده ربنا يخليك، وبقول لكل الساده المشاهدين ترندنج كل سنه وحضراتكم طيبين، كل الامه العربيه وان شاء الله دايما كده يا رب في صحه وسلام يا رب. ان شاء الله. مبروك اول شيء على نجاح كل الاغاني اللي مشارك فيها من ابرز الاعمال بهذا الموسم، يعني منور هالموسم الدرامي ما شاء الله عليك. كمان حبيبي الله يسلمك. خلينا نبدا اول شيء مع التتر الاختيار 2، كيف بتشوف هاي التجربه بالمشاركه بغناء، او شو بيفرق بالنسبه لك عن غير تجارب لغناء تترات غنيتها بمسلسلات ثانيه؟ والله التجربه بتاعتي في الاختيار كانت تجربه من نوع خاص شويه، لاني اتعلمت دايما وانا بغني في الدراما، وده اللي يمكن يعني مخليني شويه يعني عندي شويه تميز في الدراما، اني دايما اعرف النصوص واهتم جدا جدا بالبطل واهتم بالقصه عشان وانا بغني اتخيل. بس كان في الاختيار، كان في الاختيار القصه صعبه جدا. القصه قصه ناس، مش قصه اسطوريه، صح. قصه حقيقيه لناس فعلا ضحت بحياتها علشان انا شخصيه اللي واقف بيغني. فروحت غنيت، رحت غنيت مره واثنين وثلاثه، وكنت عايز احس دايما اني انا يعني بغني عايز كل امهات الشهداء او اهالي الشهداء يحسوا ان ده يعني ولو جزء صغير بيحسسهم بس بقيمه اللي اولادهم وابنائهم وازواجهم عملوه عشان خاطر، عشان خاطرنا كلنا وعشان خاطر نعيش احنا كلنا في حياه كريمه. معك حق. صحيح. طب احمد عايز اتكلم معاك النهارده كمان غير تتر الاختيار 2، زي ما صبحي قال احنا النهارده بنشهد نجاح كبير جدا ليك في رمضان، فكمان في اغنيه وقت الحساب ضمن احداث المسلسل، احكي لنا برده شويه عن كواليسها، زي اشتغلت عليها تفاصيل. اغنيه وقت الحساب هي لسه ما تعرضتش، ان شاء الله هتعرض في الايام اللي جايه. هي فيها بقى يعني فيها يعتبر يعني يعتبر فيها النصر بقى، يعني فيها وقت الحساب بينا انتهى وخلاص يعني، يعني احنا المفروض ان ده دي في المشاهد يعني تعتبر في المشاهد الاخيره، انا مش عارف بالظبط هتتحط فين. بس هي انا من وانا بغنيها حسيت بقوه جدا، وحسيت ان في الحق رجع يعني بالانتصار. بالظبط. طيب احمد خلينا ننتقل لمسلسل ملوك الجدعنه اللي هو من بطوله مصطفى شعبان واخوك عمر سعد اللي عم يبدعوا الصراحه، الناس عم يتسالوا ليش انت ما غنيت تتر المسلسل؟ ليه يا احمد ليه؟ هقول الظاهر ان مش الناس لوحديهم، ده انتوا الاثنين كمان. هو انتوا الاثنين يعني الناس يعني. طبعا احنا من الناس بالظبط. يعني كل حاجه وعكسها، انتوا الاثنين مع بعض. بص هقول لك بالظبط. هو موضوع ان انا اول حاجه انا ما غنيتش ليه تتر البدايه، لان اصلا انا بغني جوه حاجه ليها علاقه بالاحداث، انما المسلسل داير بين بطلين، بين مصطفى شعبان وعمرو سعد. احنا كنا الاول هنغني التتر انا وبهاء سلطان. الله. يمكن انا كنت ده كان اول ده اول مره كنت اقول الخبر، بس طبعا ما عرفناش، ما لحقناش نعمل كده، لان كان عندي حاجات وبهاء كان عنده حاجات وعنده التزامات في حاجات في حتت ثانيه، فما لحقناش. بس هي الفكره يعني قائمه طبعا ان انا وبهاء نعمل حاجه. بس يعني انا بقول لك ليه هو السبب ان ما يبقاش المغني مغني فردي، ولكن داخل الاحداث في احداث فرديه بتخص ناس، يعني زي فرح عمرو مثلا ده ممكن صوت واحد يغنيه، صح، او زي موت الام هو بتبقى صوت عمرو نفسه يعني، صح. فده اللي خلاني ده اللي خلى فيه امكانيه ان انا ممكن اغني.